السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في فهد المباشر، مباشرة معكم من مدينة سلا بالضبط البراهمة. اليوم عندنا واحد الحالة ديال واحد الشاب اللي عنده واحد المرض عقلي، والأم تناشد المسؤولين على الأقل باش يتدخلوا ويعطيو يد المساعدة ويعالجوه، لأنه من الصعب بأنه يعيشوا معاه، لأنه كيقول لهم غادي نقتلكم غندير لكم غنفعل لكم. وكتعرفوا الإنسان اللي عنده مرض عقلي يمكن اللي يدير أي حاجة. وكنتمنى من الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو أو المسؤولين أو أي جمعية حقوقية أو أي إنسان يعني بغي يقدم يد المساعدة لهاد الناس يحاول يتصل بهم ويعطيهم يد المساعدة، لأنهم الناس يعني كيعيشوا في واحد الوضعية صعيبة اللي هي وضعية الهشاشة والفقر. كما كنعرفوا ما عندهم لا ضوء لا ماء، ولكن حنا جينا اليوم كقناة شوف تي في، حنا جينا باش نعاونوهم ونعطيهم يد المساعدة. شكرا لكم، بقاو معنا باش نعرفوا يعني المأساة اللي كتعيش هاد الأسرة هادي. قلنا غير المعاناة اللي كتعيشي انا سيدي كنطلب من الله ومنكم. عندي ولدي مريض مرض عقلاني، ومرض ما مزكيش، عايشين معاه في الخوف، عايشين معاه مكرفسين، ما عارف شنو كيدير. شي خطره تيقول لي ما تيش امي انا ندبحكم، شي خطره كنهربوا، شي خطره تنبقاو ولا ما كانش بواه ولا راجل كبير تا هو ولا ما بقاش قاد عليه، والولد غلب علينا ومكرفسين، وهو مكرفس تا هو مكرفس، الحالة ديالو مكرفس، وخارج بالشتا وخارج بالبرد، خطرة غادي لابس، خطرة حفيان، خطرة غادي عريان، حالتو مكرفسة تا هو. الله يرحم والديكم، زعما عاونوني عليه. وقلنا الوضعية اللي كتعيشي بالنسبة لي. كنعيش ما بحالي، عندو شي 18 عام مرض. وشنو هو السبب ديال هادشي؟ ما عرفت ولدي واش كما واش ماشي مخدرات؟ يمكن مع الدراري واش عرفت واش دار، ونعاس ليا في الغازي، كان نعسو وتعال شويه فايت ضرب خطو دزت لعند الوكيل، وما عرفت عمر الوكيل اللي مشي براسي عطاها ولا كيفاش. المهم نعسو نعسو ولا شويه ولا شرب تنقاد تلعب نهرب نخرج ونخليه، لا دخل هو تنهرب نخرج، خرج ولدي صغير وبنتي ونخليه. صح الوالدين فما ساعدوني في هاد الولد اللي تعالج يشد ليا عقليتو. عزازيكم بخير، كنطلب من الله ومنكم، وحنا مكرفسين معاه ومعذبين معاه، الله يرحم الوالدين. يعني شنو كطلبوا يعني من الناس اللي كيشوفوكم يعني عبر قناة شوف تي في؟ خليو يعقد على شي حاجة خويا وقدر الله ويعاونني عليها، وخا عارف مويها فيها الأجر تيندخلها، وخا اللي قدر من الله ما كرهتش، اللي بغا واللي بغا الأجر معايا وبغا دير شي حسنة، الله اللي عايز زازيم والله اللي عايخلص. هادشي اللي كنطلب، ما تشاليش ما عنديش، الراجل كبير لو كيمشي عند مطاح وانا تيريح معاه ما يصرف عليا تا هو ما والو، داكشي اللي جابو يلاه قادو على راسو. ما عنديش انا، ما عنديش، لا نبيع الطوبات ناكلهم وفين غنمشي، انا عنديش ما قاد على كرا، ما قاد ما انا صابره فيها وقاعده بس عليا. قدر الله عارف حالتي راه كيشوف. صافي تاخد ديبلوم شكون؟ كتير لا اول ان الصوره شويه نصورو قد الدار كي دايره باش الناس ان شاء الله. ولا ربي يا ولدي ما كرهناش. كما كتلاحظوا متابعي قناة شوف تي في فهد المباشر، يعني الحالة اللي كتعيشها الأسرة يعني حالة صعيبة مزرية، ويعني فقد الهشاشة ما عندهم لا ضوء لا ماء. كما كنعرفوا بأن السيدة يعني عندها ابن ديالها اللي كبير من العمر 30 سنة، عنده مرض عقلي، يعني أنا ذاك هو كان كيقرا في المدرسة عادي، ولكن فاش بلغ سن 18 سنة يعني تعاطى المخدرات. كما كنعرفوا المخدرات صعيبه على الشباب،
هذه كوصية أو كنصيحة للشباب اللي كيستعملوا المخدرات، يحاولوا يبعدوا من هذيك المخدرات لأنهم صعاب على الجسم، تتأذيو غير الجسم ديالكم، ربما كما شي حاجة ماشي هي هذيك عطاوها للعلم ولله، باش فقد العقل ديالو ومبقاش مسكين عارف شنو تيدير. كنتمنى ليه الشفاء العاجل من هذا المنبر، وكنتمنى الأسرة تما يكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى من الناس اللي كيشاهدونا خارج أو داخل أرض الوطن يحاولوا يساعدوا هاد الناس. الله يجزيكم بخير، هاد الناس راه عندهم مشكل اللي هو الإبن، والمشكل الثاني اللي هو الفقر والهشاشة. كنتمنى من المحسنين يحاولوا يعني. شكرا سي عبد الله، تحية لك من قناة شوف تي في. سيدي عبد الله شكرا على، كنتمنى يعني انسان تدخل في كثره باش نحاولوا نشوفوا المأساة اللي كيعيشوا هاد الناس، وهاد الوضعية اللي كيعيشوا في هاد الدوار، هاد الدوار البراهمة. كنتمنى المسؤولين يحاولوا يقدموا يد المساعدة لهاد الناس اللي في أمس الحاجة للمساعدة. كما كنعرفوا الناس كيعيشوا بلا ضو بلا ما، من الصعب بأنك تعيش هاد المأساة وصعيبة. حنا دابا في 2021 كما كنعرفوا متابعي قناة شوف تي في، بقاو معنا باش نعرفوا يعني نقول لكم بالوضوح الصورة ديال العائلة اللي كتعيش هاد المأساة وضعية وضعية صعيبة. دابا مشكلة خصنا ندخل حيت مكاينش الرضا. يجي مصحين يشدو حيو في الماء ولا حاشا في الفل في الماء ولا يدير الماء. عييت انا، عييت انا، تعصبت انا الاولى ديال العصا داكشي اللي كيدير ليا صافي. انا غلط، يقول لي ما نتيش مو، كنت على معزني عليا، يقول لي ما نتيش مو، شكون كنت يا جنية ولا شكون كنت يا مطاقة مطاقة يا رب.